أكثر من عقد ونصف ولا تزال البصرة تحت سيطرة سلاح العشائر ونزاعاتها التي يبدو أنها لن تنتهي، فلا صوت يعلو فوق صوت الرصاص ومعارك عشائرية تدور في وضح النهار وأمام سلطة الدولة التي لا تحرك ساكنا. إلى التفاصيل. في هذه المدينة لا صوت يعلو فوق صوت الرصاص، فلا أول معركة عشائرية تبدأ ولا آخرها تنتهي. نزاعات عشائرية تستخدم فيها مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وحتى الثقيلة منها. النزاع العشائري هذه المرة الذي زهقت به الأرواح ليس في شمال البصرة، بل في مركز المدينة وأمام أنظار القوات الأمنية. ما يجري من نزاعات عشائرية في محافظة البصرة هو دليل على ضعف القانون وتطبيقه في المحافظة، مما تسبب بهجرة عوائل من بعض المناطق بصورة جماعية، بسبب أن اليوم العشائر المتنازعة لا تعرف أن هذا الطرف لا ينتمي لعشيرة فلانية أو لفلانية. نطالب القوات الأمنية أن يكون تدخلها سريع وواضح، وأن يكون هناك اعتقالات لكل من يسبب نزاعات العشائرية، وأن يكون هناك تعهدات على رؤساء العشائر وشيوخ العشائر بعدم تكرار هذه الحالة. أعضاء اللجنة الأمنية في الحكومة المحلية أوعزوا حدوث تلك النزاعات إلى ضعف في السلطة الأمنية التي لم تتمكن من حصر الأسلحة ونزعها من المواطنين أو وضع خطة أمنية جديدة تقضي على مفتعلي تلك النزاعات. صراحة هو الوضع أنه ضعف بالقوات الأمنية، لأن اليوم النزاعات العشائرية استمرت منذ عام 2003 لحد هذه اللحظة، ووصلت بالفترة الأخيرة لاستخدام حتى الأسلحة المتوسطة، القاذفات والهاونات، وهذا بصراحة مساس بوضع الدولة وبأمن الدولة وسلطة الدولة، كذلك مساس بال يعني الوضع المعيشي لكثير من الناس. حصر السلاح بيد الدولة وسحب السلاح من كل الجهات اللي الموجود هنا حتى أنه نقدر أو تضع السلاح في مقرات مثلا الجهات المسؤولة، ولا تكون في الأيادي اللي مثلا عشيرة أو أفراد. وفي حالة مسك المجرمين وحصر السلاح بيد الدولة، هل ينتهي مسلسل المعارك العشائرية المستمرة في ظل تهريب الأسلحة واستيرادها من الدول المجاورة؟ لقناة الفلوجة، نزار نبيل، البصرة.